كان في علاج للفيات، يعني هيدي مرحلة جديدة، يعني شيء جديد انه يصير في عنا ثقافة الفرس، نحن اساسا ما كانت موجودة عنا بالبلد. عم نشتري الأناني المعي بنستعملهم من بعد ما نشربهم، مجبورين نكبهم هيك مشان ما نكبهم بالزبالة، بنقدر نفرزهم ونجمعهم وبنقدر نساعد فيهم عالم، نستفيد يعني بالمبلغ اللي بيطلع من المصاري. في موجة كبيرة عم بتصير بلبنان بما يخص الريسايكلينج وإعادة التدوير، لأنه عنا إيمان أنه الفرز من المصدر هو الحل.